السلام عليكم ورحمة الله. بنرحب فيكم في الدرس الثاني من درس تحريك الشخصيات باستخدام بايب سيستم برنامج 3D Max 2020. في المحاضرة الماضية أو في الدرس الماضي تعلمنا كيف احنا نعمل ريجنج للشخصية وبعدين سكيننج باستخدام الموديفاير اللي هو الفيزيكيو، وظهرت معنا بعض الإشكاليات البسيطة بحكم انه احنا يعني اخذنا وقت كافي في ترتيب البونز وبعدين رحنا توجهنا لموضوع الربط، لكن بعض الاحيان تظهر عندنا مشاكل ممكن تكون شوية بنحسها معقدة. هنا في شخصية يعني ما اهتميت كتير في ان انا ارتب البونز، يعني كان الهدف انه تطلع منها او يكون فيها بعض الاشكاليات على اساس نعرف لو ظهرت معنا جزء من هاي الإشكاليات كيف احنا نحلها. لكن يفترض انه اذا انا رتبت كتير في البونز ما يظهرش عندي إشكاليات بهذا الحجم. هنا الإشكاليات لو بنلاحظ ظاهرة في المناطق اللي فيها تقارب من بعض، يعني انا ضغطت الان F3 راح الاحظ ان انا عامل 5 أصابع في كل أصبع 3 لينكس 3 عظمات، بالتالي هنا كثير في تقارب بين العظم ولو بدنا نحكي الجزء الموديل نفسه الأصابع، فهنا راح تتداخل مسؤوليات أو يتداخل اللي هو تأثير كل عظمة على الأصبع اللي جنبها والعظمة هذه بالتالي كمان على الأصبع هذا، فراح نلاحظ انه في اشكاليات كتير. كمان في عنا لو طلعنا على الرجلين، هنا حكينا في المحاضرة الماضية انه لازم يكون الشخص او الشخصية اللي انا بدي اشتغل عليها تكون يعني زي حرف التي تكون واقفة والرجلين يكونوا بعاد عن بعض، فهذه الشخصية الرجلين يعني شوية اقرب من بعض، فبالتالي انا يعني انا مضطر او محتاج اني احركها، فهنا بدي احاول احل الاشكاليات الموجودة بحيث أوصل لنتيجة تكون مرضية في التحريك. بالنسبة لموضوع التحريك أو بالنسبة لموضوع التعديل، دائما إحنا بنشتغل على الموديل نفسه، بنروح على موديفاي على فيزيكيو. في فيزيكيو عندي شغلتين يعني ممكن اليوم نحكي فيهم، اللي هو النقطة الأولى الانفلوبس والنقطة الثانية الفيرتكس. الانفلوبس والفيرتكس هاي الشغلتين اللي أنا من خلالهم بدي أحاول أعدل. الآن لو طلعنا هنا يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا زي ما حكينا في موضوع الأصابع. مبدئيا أنا بدي أرجعهم، لأنه لو أنا بدي أجي مثلا بالفيرتكس أمسك هذه الجزئيات وأفرزهم، تمام، إنه هذا مثلا هذا المكان نفترض لأصبع، هاي النقاط اللي موجودة هنا، هذه لواحد من الأصابع أي واحد فيهم، ممكن نيجي نحكي إنه للأصبع هذا، فأنا هيك جيت حددت، تمام، حددت هاي النقاط بهذا الشكل ولقيت لونهم أزرق. حكينا اللون الأزرق بيكونوا هم أساسا مش مربوطين، يعني لساتهم ابعاد عن عملية الربط كلها، فأنا راح أجي بعد ما حددت بالفيرتكس عندي خيار سيلكت، وهذا أول خيار اللي احنا حددنا فيه. الخيار اللي بعده اللي هو بدنا نشتغل عليه الآن اللي هو أساين تو لينك. أساين تو لينك أنا بعد ما حددت هعمل أساين، يعني بدي أجي أرجع هاي النقاط اللي أنا حددتها لللينك اللي موجودة في الموديل نفسه، فأنا ممكن أجي أجيبها مباشرة مع هذا اللينك. نلاحظ انه رجعت العظام، مش ضروري تكون 100% صحيحة، لكن جزء بشكل او باخر راح نلاحظ انه رجعت العظام. طيب نيجي مثلا للنقاط هذه select بهذا الشكل، ونيجي نعمل assign to link، نرجعها لللينك اللي هنا، تمام، برضو في مشكلة ما زالت. أنا بدي أشتغل بهذه الطريقة راح يأخذ مني جهد كبير ووقت كبير إن أنا أجي أخذ النقاط وأرجعها، فأنا الآن في هاي الإيد راح أستخدم طريقة تانية إنه بدي أجي أعلم كل النقاط وأرجعها بأي طريقة assign to link. بدنا نكون احنا يعني شوية
واضحين انه لو انا رجعتهم هنا كشكل رجعوا، كشكل رجع كل اصبع مكان، لكن كربط الان لو رحت مثلا حركت هذا البون او اللينك اللي انا رجعت عليه كل العظام، راح الاحظ انه راح احرك اغلب الجزئيات. طلع كيف؟ كل اللي انا نزلتهم عنده راح هو الان صار هو اللي يتحكم فيهم وهو اللي يحركهم، وهذا مش صح. فبالتالي احنا بدنا نيجي نحل هاي المشكلة. تمام، هاي واحدة. نيجي كمان بالنسبة للايد الثانية، نروح على الفيرتكس، نمسك هاي النقاط كلها، نعمل اساين تو لينك ونرجعها لاي اصبع من هاي الاصابع، هيك بس كشكل يعني على اساس انه نعرف احنا نشتغل. الشغلة الثانية لو احنا بدنا نيجي نطلع، في عندي حاجة اسمها سيلكت باي لينك. سيلكت باي لينك انا باجي بأحدد اللينك وبشوف على مين بأثر، يعني لو انا حددت هذا اللينك تتوقع على مين يأثر؟ افترض أثر على كل الجزئيات اللي انا نزلتها معه، يعني تمام اللينك اللي هنا راح يأثر على هاي الجزئيات. هنا انا بقدر اشوف انه وين كل لينك وعلى ايش المساحة اللي هو مأثر عليها عشان اعرف وين المشكلة وكيف بدي احلها. تمام، اللينك اللي هنا اعتقد ان اخذنا عليه احنا، لاحظوا ماسك كل الايد، تمام كل الايدين من قدام، فهذه الاشكاليات لازم تنحل. طيب حنرجع لها بطريقه ثانيه، راح نيجي هنا الان للجزئيه هذه، نعمل سيلكت هذول النقاط اللي موجودين هنا، حعملهم اساين مباشره مع المنطقه هذه. بنلاحظوا انه بدناش نكون سريعين في الشغل، يعني بدنا نكون عارفين انه كل نقطه وين لازم تروح بالشكل هذا. الآن في عنا هاي النقطة ممكن شوية عاملة مشكلة ومخبية على العظام الثانية، لكن لاحظنا لما أنا علمتها إيش لونها؟ أحمر، لونها أحمر مش أزرق. فبالتالي لما أجي أعمل assign to link وأجي مثلا أجيبها هنا، هايها رجعت، لكن هاي النقطة في عندي شغلة ممكن إحنا نروح نفهمها شوية الآن. بدي اعملها تايب ان ويت، تايب ان ويت بدي اشوف وزنها مع مين هي مربطه. تمام، عشان تبين معي في هذا الجدول راح اضغط على لوك، اضغط على لوك، راح الاحظ انها رابطه مع اللي هو الكالف في الليفت وفي الرايت، في الليفت وفي الرايت. انا بدي اياها بشكل اساسي، مثلا لو بدي اياها مثلا مع الليفت راح احطها رقم واحد وصفر مع الرايت، لو بدي اياها مع الرايت بدي اعطيها رقم واحد مع الرايت وصفر مع الليفت، فهيك رجعت بشكل كامل بدون اي مشاكل للي هو الرايت كالف اللي المفروض ترتبط فيه. طيب انا ممكن الان اشوف نقاط ثانيه، سيلكت مثلا هاي النقطه زرقاء، لو رحت انا عملت لها تايب ان ويت عملت لها لوك، تمام راح الاحظ انه هي بس مربوطه مع او مش مربوطه مع اي حدا، يعني هذا البايب واحد وعليه قيمته صفر، ففيش ربط. فانا لازم اربطها مع مين؟ اذا انا بدي استخدم هذا الجدول بدي اربطها مع، بضغط على اول وعلى اللي هو الرايت كالف. واحد رايت أعطيه قيمة واحد، نشوف مباشرة رجعت عنده. تمام، لو أقول currently لا ألاحظ أنها مربوطة مع البايب بواحد، ويفضل أنه أرجع أنا أعملها unlock عشان ما تغلبني كمان شوي، لأنه اللي أي نقطة معمول لها لوك ما بتتحرك معاي وما بتتعدل معاي الربط، رغم أن أنا رجعتها وعدلتها، لكن خلينا نعملها unlock الآن. خلينا نكون شوية كمان أدق في المنطقة هذه لأنه فيها كتير يعني نقاط. اعمل اساين، في عندي لو طلعنا على الرجل في عندي اكثر من لينك، هاي اللينك واللينك اللي تحت اللي هو القدم والمشط اللي قدام يعني. تمام، فهنا بدنا نكون عارفين احنا وين بدنا نرجع. حنرجع على هذا اللينك مبدئيا الان، تمام فيش مشاكل. الان النقاط اللي هنا خلينا نرجع على البنطلون هذا، سيلكت لهاي النقاط. طبعا وانا بحدد، لو انا حددت يعني اكثر من النقاط عادي، يعني لو في نقاط محدده من قبل او معمول لها لينك من قبل بطريقه صحيحه وانا حددتها فيش مشكله، نعملها اساين تو لينك وترجع في مكانها.
بهذا الشكل طالما انا بحدد صح يعني. الان هنا بدي اكون برضو كمان زي ما حكينا شويه في التحديد دقيق، فانا حستخدم الشيفت في تحديد نقاط 1 باي 1. هاي النقاط عملها اساين وارجعها على هذا اللينك. اي خطأ يعني هذه نقاط يعني، طيب بدي اقعد انا ابحث عن النقطة اللي صارت فيها المشكلة عشان احلها. طيب النقاط هذه select alt ونسحب التحديد، هاي النقاط جزء منها محدد وجزء لا، فعملها اساين لللينك اللي تحت. ممكن يكون في خلل، في نقطة عندنا ممسوكة من ورا. select assign مع هذا اللينك، لاحظ انا عملت assign مع هذا اللينك لهذه النقاط. طيب لو رحت اشوف هي مثلا مع مين مربوطة، هاي type and wait، هاي unlock او عفوا هاي lock، راح الاحظ انه في شوية علاقات مع اللي هو نقاط تانية، فانا ممكن احلها من خلال الجدول زي ما حكينا. ممكن كمان طريقة نيجي نقول له هاي النقاط بعملها remove منها من هذا اللينك اللي هنا، خلي هذا اللينك يتركها واربطها اساين باللينك اللي هنا. تمام، هيك بدأت تتضح. كمان مرة select هاي النقطة، هاي النقطة مربوطة مع اللي هنا، بقول له remove من هنا تمام واساين لللينك هذا. تمام، لاحظ انا في الريموف كنت يعني مش مشكلة لو انا حددت اكثر من نقطة، يعني هنا في الريموف from هذا اللينك وهذا اللينك مش مشكلة لو حددت كذا لينك. تمام، لكن في الاساين بدي اكون دقيق انه بس بدي اياها مع هذا اللينك في الاساين عشان ما اتغلب فيها بعد هيك. تمام، النقطة هذه select هحكي له نفس الشغلة remove، لاحظوا هي جاي باتجاه هذا الرجل فهي مربوطة مع عظمة من هذه الاعضاء، حملها اساين للنقطة اللي هنا. طيب نيجي لهاي النقطة نفس الشكل نعملها remove، لاحظوا هو صح الموضوع يمكن شوية متعب ان انا بعمل remove assign، بعمل remove واساين لكل نقطة، لكن هاي الاشكاليات لازم تنحل بطريقة دقيقة جدا. تمام، هنا في عندي هنا نقطة نفس الشغلة مربوطة لونها احمر، طبعا اللون الاحمر معناها مربوطة. تمام، هذا مش احمر حتى يعني، ممكن تكون مربوطة مع عظمتين، هذا اللي هو بني غامق. هعمل ريموف من هاي اللينكس تمام واساين لمين، نرجعها مع العظمة هذه. تمام، هاي النقطة نفس الشغلة، هعمل ريموف من اللينك اللي هنا. وطبعا لما انا اعمل ريموف لو كانت مع اكثر من عظمة مربوطة راح تترك واحدة وتروح للثانية، بس للتأكيد هذا لونه ازرق حاجة بس اعمل له اساين يعني ما بيلزمه ريموف واساين. لاحظ الرجل هنا. تمام، في بعض الاشكاليات ممكن اجي مثلا احاول محاولة ان اجي امسك النقاط هذه كلها واعملها تايب ان واعملها اللي هو لوك. تمام، راح الاحظ انها مربوطة برضو في الليفت وفي الرايت. تمام، انا عندي هاي الرجل ممكن اجي اقول له هنا صفر، هنا صفر، هنا واحد. تمام، الرايت تاي كمان مربوطة مع مين احنا بدنا اياه، بدناش اياها مع الفوت من تحت، اياها بس مع المنطقة هذه. لا، خليني بس نتأكد من اسم العظمة في البداية. هاي العظمة اللي هو الرايت كالف. تمام، نرجع للفيرتكس المحددة ونعمل لها تايب ان ويت، بدي اياها انا مع الرايت كالف.
كالف، فبالتالي حاجة على أقول له قبل أول خليني أنا أعملها صفر مع الثاي مع الكالف اللي هو الرايت، هعملها واحد رايت كالف واحد، تمام بالشكل هذا. أنا هيك يعني بحاول أمر أشوف إيش المشاكل، وعندي أكتر من طريقة زي ما حكينا للحل. خلصت بعمل unlock عشان برضو بعد هيك ما يغلبونيش في الحركة، ممكن كمان كل النقاط هاي لأنه في نقاط أنا نسيتها وأنا بشتغل أعملها unlock. هاي علمت كل المنطقة هذه اللي اشتغلت فيها هاي unlock. الآن حلاحظ إنه هنا يمكن الشغل أسهل لأنه صارت النقاط بعيدة عن بعض. حعمل أساين مباشرة لأنهم أزرق، فيش مشكلة. هنا كمان نفس الآلية بالشكل هذا، حعملهم كلهم أزرق، حعمل أساين هنا. هنا بدي شوية تركيز، تمام سيلكت ناخد هاي النقاط، حعمل ريموف لأنه فيها نقطة لونها أحمر، ريموف من هنا وأساين للرجل هاي. نشوف ناخد سطر سطر يعني نشوف إيش المناسب إله. هذا السطر أساين برضو مع الرجل هادي، هذول كلهم نجرب نعملهم أساين مع اللي تحت، تمام. عندي هنا بعض النقاط عادي لو حددنا حكينا بزيادة، راح ألاحظ إنه فيها أحمر، تمام. خلينا من فوق نحدد فيها أحمر، معناته مربوطة ممكن تكون مع يعني هذه النقاط بالذات مع أكثر من عظمة، فبالتالي بعملها ريموف من الرجل هذه كلها وأساين لهاي الرجل. هيك الحل صار سريع. طيب نحاول في هنا نقطة نعمل سيلكت إلها، لاحظ أنا عمالي بعيد في نفس الخطوات، تمام نفس الخطوات بعيد فيها، بس إنه بمر على الإشكاليات كلها. عارف ممكن تكون هذه النقطة فيها مشكلة أو هذه النقطة فيها مشكلة، حعملها تاي لوك وبعدين تايب مربوطة بس مع عظمة واحدة، هاي أنلوك، أجي لهنا لوك تايب. طيب ماشي، نرجع على المنطقة هذه كلها ونجي نعملها لوك أو عفوا أنلوك. ممكن نجرب كمان مرة نعمل ريموف من اللينكس هاي وأساين هاي اللينك، تمام. هي هيك تعدلت إشي بسيط وطلعت النقطة اللي فيها المشكلة، تمام. هيك أنا مثلا عملت هذه الإشكالية. طبعا إحنا حاطين حركة زي ما اتفقنا في المحاضرة الماضية علشان نعرف ايش الاشكاليات الموجودة. نحرك، انا بطلع الان على الرجل، الرجل فيش فيها اشكاليات، تمام. فاحنا ممكن الان ننتقل لموضوع الايدين. موضوع الايدين شوية هيكون بيغلب، ليش؟ لانه الايد زي ما انتم شايفين مش رأسية ولا افقية اللي انا اشتغل فيها، بالتالي راح اضطر ارجع اعيد الحركة، احذف الحركة. هادي اساين مع مين؟ شوفها مع اللينك اللي هنا. لاحظ هذه كلها اشكاليات بدها نمر عليها برضه، تمام. الان بدي خلينا نحكي في الايدين. الايدين بدي اجي انا على موشن، يعني مسكت انا البايبد نفسه موشن وحاجه على كي فريمينج واضغط ديليت او كلير اول انيميشن. ليش؟ عشان بدي يرجع لي بهذا الشكل، عشان لما انا اطلع من التوب اشوف اصابعه وسهل اني اشتغل عليها، تمام. نرجع نمسك الموديل ونروح على الفيرتكس ونطلع. يعني ممكن انا لو رجيت على الانفلوب الان وحكي او عفوا الفيرتكس حكيت له سيلكت باي لينك، اللينك هذا طلعت عليه راح الاحظ انه ماخذ نقاط من اللي حواليه وبعض النقاط تركها، تمام. هذا اللينك ماخذ برضه نقاط من اللي حواليه ومن الاصبع اللي جنبه. هذا النقاط هذا ماخذ تقريبا الجزء الخاص فيه، مفيش اشكاليات كثير هنا.
هذا ماخذ جزء من عنده، تارك جزء، ماخذ من اللي جنبه، هذا ماخذ يمكن كثير لأنه إحنا رجعنا عليه. فأنا الآن بدي أشوف لطريقة إنه أنا أربط كل عظمة بس بالمحيط تبعها، وهذا الكلام برضو راح أشتغله الآن بشكل يدوي. ليش؟ لأنه الأصابع كثير قريبة من بعض، فلازم إحنا نركز فيها. ويفترض إنه زي ما حكينا من الأساس نغلب حالنا شوية في موضوع البونز عشان ما نوصلش لمشاكل بالحجم اللي موجود عندنا. أول حاجة أنا عندي هنا هذه العظمة ماسكة كل إشي، تمام، ماسكة كل النقاط هذه. فأنا قلت select by link وأخذت هذه العظمة، حدد لي كل اللينكس أو كل الفيرتكس اللي هي ماسكاهم، حاجة أعمل هاي الفيرتكس remove from هذا اللينك نفسه عشان أخليها تتركها يعني، تمام. لأن لو رحت رجعت select by link ماشي، راح الاحظ انه خلاص تركت كل هاي العظام، لانه هذه عامله مشكله في كل المكان. حاجه تحت فيش مشاكل كتير، هنا هذه المنطقه فيش فيها مشاكل كتير. نرجع الان من البدايه، اخذ هذه العظمه اشوف تاثيرها. لاحظوا هنا ماخذه من العظمه اللي جنبها، تمام. فانا ممكن هيك بس كاجراء احتراز او احتياطي اجي اعمل سيلكت للمنطقه هذه كلها هيك القريبة من العظمة، وأجي أعملها ريموف من هذا اللينك، سيلكت ريموف فروم لينك من الإيد هذه كلها أحذفها. طيب لو أنا جيت عملت الآن سيلكت باي لينك لهذا، راح ألاحظ إنه خلاص بطل ماسك أي شيء من هنا، لكن برضه اللي عنده مش ماسكهم. فراح أجي أعمل سيلكت لكل الأصبع المناطق اللي هنا وأعمل لهم أساين مع اللينك هذا، وأتأكد أتأكد الآن بس على أساس نكون عارفين موضوع التسميات، لأنه التسميات هنا مهم وصار عندنا تفاصيل كثيرة وأصابع كثيرة. فبدي أجي أنا أشوف الإيد هذه، الإيد هذه عندي هي اللي هي الرايت، تمام. فأنا عمالي بشتغل في الرايت. لنيجي للأصابع، الأصبع هذا بياخذ دائما الرقم صفر، تمام. لو جينا لعظامه، تمام، هذه العظمة رايت فينجر صفر، العظمة الثانية اللي منه فوق رايت فينجر صفر واحد صفر اثنين، تمام. العظمة هذه رايت فينجر واحد، الثانية بتيجي واحد، عفوا رايت فينجر واحد، رايت فينجر واحد واحد، رايت فينجر واحد اثنين بالشكل هذا، اثنين اثنين واحد اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة واحد أربعة أربعة. المهم إننا نشتغل في الرايت فينجر. فبدنا نرجع الآن على الفيزيكيو ونكمل في الفيرتكس، تمام. ليش هذا الكلام أنا حكيته؟ هاي سيلكت يفترض تكون مربوطة مع الرايت فينجر اللي هي أربعة اثنين أربعة اثنين. فبدي أجي أتأكد من لوك وتايب إن ويت، هلاحظ ألاقيهم مع الرايت فينجر أربعة اثنين، مع الأربعة واحد خلينا نأكد إنهم هذول عبارة عن صفر. لو رحت على الأول بدي أشوف هل هي مربوطة ولو بجزء بسيط، كله صفر مع كل عظام الثانية، فبالتالي يفترض تكون هيك الربط صحيح. ننزل للنقطة اللي بعدها select by link، نفس الفكرة، راح أجي أخذ كل اللي جنبها، تمام، بالشكل هذا، وأعملهم remove from هاي اللينكس عشان ما أتغلب، وأجي ارجع تاني select by link هذا اللينك، تمام، بطل ماسك اي اشي من اللي جنبه. الان لو احنا يعني ذاكرين هاي unlock، لانه هنا في عظام كلها لوك، خلينا برضو افكها عشان ما يغلبونا. هاي unlock، الان لو رحنا احنا ل select by link لهاي العظام، تمام، اللي هنا لعند المفصل مع العظمة اللي قدام، تمام. طيب select by link لهدول ماخذ من هنا، تمام، يعني هذه المنطقة حيكون فيها بعض الإشكاليات. خلينا أجي أعلمها هذه المنطقة، تمام، وأعملها أشوف remove من هذا اللينك، remove من هذا اللينك، أرجع تاني أعمل select by link هنا، خلاص تمام تركناهم. فأول خطوة دائما إن أنا أترك، تمام، أقلل أبعد المشاكل، بعدين أجي أعمل select على النقاط اللي هنا. بديش اروح انا افوت على الدائرة هذه، خلينا بس نكون شغل دقيق شوية، تمام، هاي النقاط شيفت او كنترول افضل،
هاي النقاط. هيك أنا حددت النقاط بعيدة عن الدائرة اللي موجودة هنا، حعملهم أساين مع هذا اللينك، وزي ما حكينا أجي أعمل لوك تايب إن ويت، هلاحظ إنه جاي مربوطين مع الأربعة واحد، وهذولا كلهم بدي أعطيهم قيمة صفر. تمام، وهي أنلوك. هنا خلصنا العظمة الثانية. أعتقد الثالثة لما فحصناها ما لقيناش فيها مشاكل كتير. لا، فيها عنا هنا النقطة هذه، فأعمل سيلكت أحدد هاي النقطة وأعمل ريموف من اللينك هذا ومن اللينك هذا كله مثلا، سيلكت باي لينك كمان مرة. تمام، تركناهم. المنطقة هذه كلها محددة صح، في عنا هدول زيادة حاجة أعملهم سيلكت، وأجي أعمل ريموف من العظمة هذه. نرجع تاني نتأكد. تمام، هيك العظمة هذه ماسكة النطاق الخاص فيها. طيب نفحص الكلام اللي عملناه. احنا عدلنا هذا الاصبع، نعمل له روتيت، هاي هذا الاصبع عملنا روتيت بدون اي مشاكل. نعمل كمان للعظمة اللي هنا، تمام، هاي العظمة عملت روتيت بدون اي مشاكل. دبل كليك على العظمة الثالثة، حركناها بالشكل هذا بدون مشاكل. هيك انا حركت اول اصبع، وبهذه الطريقة راح اكمل على الباقي. لكن لما نكمل الباقي راح نلاحظ انه الموضوع حيكون اسهل، لانه هيك احنا حلينا اشكالية. كل ما حل انا اشكالية او اخلص من اصبع هذا بيريحني في الاصابع اللي قبله، لكن لازم ابدأ بشكل صحيح زي ما بديت من شوية. تمام، هيك تقريبا كل الجزئيات الخاصة بموضوع اللي هو التعديل على اللي هو ربط الشخصيات بالمشاكل اللي كانت معنا انحلت. ان شاء الله تعالى انتظرونا في الدرس القادم لشرح الموشن ميكسر، على اساس اللي هو ننهي موضوع البايب.